نحن في رحلة دعوية أتينا بمنطقة منطقة المقينص وتكلم فيها الشيخ آدم النجيري حفظه الله تعالى بكلام في توحيد الله عز وجل وبين. بعد ذلك أتينا إلى منطقة جانديل الترتر، ونحن هنا في هذه المنطقة ما بين الترتر وجانديل. فهذه المنطقة كما ترون يعني فيها من الأشجار والمزارع، هذه كلها من نعم الله عز وجل. وإن هذا البلاد بلاد السودان بخير، والخير فيها كثير ووفير، لكن قل وأتمحقت البركة بما نشره الصوفية من الشرك والضلال في هذه البلاد، أي بلاد السودان. إذا كان في هذه المناطق أو غيرها انتشر الشرك عن كدي، البركة اتمحقت في الزراعة وفي الأكل وفي كل شيء، لأنه الخيرات حقت رب العالمين الناس ادوها لشيوخ دجالين ما عندهم حاجة مع الله، ما في ذول خلق مع الله، ما في ذول زرع مع الله سبحانه وتعالى، ما في ذول أنبت فاكهة، ما في ذول عمل أي شيء، بل هذه كل الأنعام لله عز وجل. ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذا كذب وافتراء من الطرق الصوفية، نشروا الشرك في هذه البلاد، ونحن والله وطلاه عليهم بالمرصاد في أي مكان، في أي مكان نحن وراكم يا صوفية. والله تجوا الترتر، تمشوا المقينص، تمشوا أي مكان في السودان، دعاة التوحيد ما بخلوكم أبدا أبدا، دعاة التوحيد الصحيح صحيح، ما تذيف زي الجماعات المنحرفة الذين لا يدعون للتوحيد. والله دير وراكم ودارين الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه دارين الخير لبلدنا ولأهلنا، والسودان دي كله ولأهلنا كمسلمين وخارج السودان، لكن نحن في السودان أهلنا عن كي دارين لون الخير، دارين لون الخير، لأنه الأنبياء جوا التوحيد. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء جوا بدعوة واحدة، بدعوة التوحيد، يبين الناس العقيدة الصحيحة، إذا سألت فدع لله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تتوكل على شيخ، لا على فكيه، لا على حجاب، لا غيره، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، دائر الخيرات تجيك، أمتك في الله خلقك، لا تدعو شيخ، لا تدعو صالح، لا طالح، ولا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ذاته قال لك إذا سألت فدع لله، والدعاء حق الله. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وربنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين حقيرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. والبرع في السودان داعية الشرك بيقول إذا ناب خطب في البلاد نذير فقل يا ولي الله إسماعيل، وقال بناديهن في كل قضية بناديهن، حيين ميتين بناديهن. هذا البرع الضال المنحرف قال ادعو غير الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والبرع بيقول إذا ناب خطب في البلاد نذير فقول يا ولي الله إسماعيل. فهذا يكون داعي للإسلام، ده داعي للشرك، داعي للضلال، داعي للكفر. عبد الرحيم البرع غيره من دعاة الصوفية الطغاة الجبابرة
والله نحن ما نخليكم. فهذه كلمات بسيطة نسأل الله أن ينفع بها الأمة المسلمة عامة وفي بلاد هذه الغرة الترتر وغيرها من الماشين على هذه الجانديل وهذه المناطق. نسأل الله أن يرد عليها يصب عليها الخير صبا صبا وبلاد سائر المسلمين، وربنا يجعلنا من الموحدين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.